بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الكريم. أيتها المناضلات، أيها المناضلين، أيها الشعب الجزائري الكريم، وديت في هذه المداخلة أن أتكلم على نقطتين هامتين. النقطة الأولى، علمت اليوم أن مشروع أنبوب الغاز نيجيريا الذي يمر إلى أوروبا عبر الجزائر، والذي الجزائر عملت أكثر من 6 سنوات يعني دبلوماسيا وتقاربنا كثير، وصلنا إلى المراحل النهائية في هذا الملف، وإذا به نفاجأ اليوم أن إمضاء الاتفاق بين المغرب ونيجيريا من أجل تمرير أنبوب الغاز. هذه ضربة وهذه انتكاسة خطيرة وكبيرة جدا. هذه الضربة من الضربات الكبيرة التي تلقتها الجزائر في 10 سنوات الأخيرة، وهي اليوم تلقاها اليوم، اللي دمرتنا، ضيعنا الملف الليبي، ضيعنا الملف المالي، وها هو ملف أنبوب الغاز. هذه انتكاسة كبيرة للدبلوماسية الجزائرية، لازم تحاسب عليها الناس اليوم، لازم نحاسبوا الناس اللي تسبوا في هذه الانتكاسات. الجزائر اليوم راهم يضعفوا فيها. انتم شفتوا كيف اليوم الجزائر في أزمة الصحراء الغربية مع البوليساريو في مواجهة العدوان المغربي، كيف اليوم كاين كل الدول العربية تدعم المغرب ولا واحد وقف مع الجزائر. هذه انتكاسة كبيرة، اليوم راهي عايشة انتكاسات كبيرة، وهذا شيء خطير جدا. ها خلانا وحدنا اليوم، لذلك اليوم لازم نحاسبوا وزارة الخارجية. الوزارة الخارجية اللي فاتوا مقبل كامل في 20 سنة الماضية نتحاسبوا على الأوضاع تاع الجزائر وصلها اليوم. كيف الجزائر اللي كانت قبلة الثوار، كانت قبلة الأفارقة، أصبحت اليوم ولا واحد يدعمها في الملفات تاعها ولا في قضاياها ولا يوقف معها. حتى نيجيريا اللي يعني ترافعنا كثير من أجل هذا الأنبوب، لأن يعني كانت فيه أموال، كانت أموال وفيه فائدة كبيرة ومنفعة كبيرة للاقتصاد الجزائري ولاستراتيجية الجزائر ما جنوب شمال، والدور تاعه اللي يكون عنده دور كبير سواء في الدبلوماسية في الدبلوماسية أو في الاقتصاد. ها اليوم ضيعنا هذا الملف، ودته المغرب كما دات الملف الليبي عندها، ورغم أنها بعيدة عن الحدود الليبية، ولكن اليوم يجب أن نفتح الحساب ويحاسب وزراء الخارجية والخارجية والسفراء، لأن السفير اللي 14,000 دولار و8,000 باش يقري و8,000 دولار أخرى باش يقري ولاده، وعنده إقامة وعنده سيارات ولا يقدم شيء للجزائر، هذا غير مقبول ولا نقبله. نحن في التحالف الوطني للتغيير ستكون رؤية واستراتيجية جديدة، سيحاسب الناس على كل هذه الأخطاء الجسيمة اللي كلفت الجزائر الكثير الكثير، هذا غير مقبول.